الشارية المزروع، يا مرحبا ومسهلا. الله يعافيك، لك الجنة. مدير حبيبي. جمعية مدير البرامج والمشاريع في جمعية أخلاقنا لتعزيز القيم. يا سلام يا سلام، حياك الله في مجلسك ويا هلا وسهلا. الله يعافيكم ويجزاكم خير. حقيقة احنا سعيدين جدا ومتشرفين بوجودنا مع القناة المباركة، جمعيتكم جمعية أخلاقنا لتعزيز القيم. يا سلام، سعيدة جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين وإياكم أينما كنا. اللهم آمين اللهم آمين. تعرفنا بالجمعية اللي سم رسالة الجمعية هو أبشر فكرة الجمعية. أنا الحقيقة ودي بس أعطيكم لمحة جميل إن كانت تسمحوا لنا سريعة على انطلاقة الجمعية. الجمعية تعتبر جمعية واعدة. يا سلام، انطلاقتها قريبة، لكن نحسب أنه هالانطلاقة القريبة جدا كان لها اللهم لك الحمد مشاريع نوعية ومتميزة بإذن الواحد الأحد. ما شاء الله. ابتداء الجمعية انطلقت ب يعني كانت الهدف أنه ننطلق من حيث انتهى الآخرون. جميل. فريق العمل حب أنه يبدأ الجمعية بمرحلة تسمى مرحلة الإنضاج. هذه المرحلة زارت فيها الجمعية عدة جهات واطلعت على عدة دراسات وخطط استراتيجية. فزار فريق العمل خلال هالمرحلة هذه أكثر من 38 فرد وجهة على جميع أنحاء المملكة، أكثر من 10 مدن جميع أنحاء المملكة. ما شاء الله. طلعنا على دراسات مختلفة، دراسات لمسح القيم في المجتمع السعودي، تجارب وأوراق عمل، أيضا خطط استراتيجية ممكن أنها تتقاطع معنا مثل خطة وزارة الموارد البشرية، وأيضا رؤية المملكة رؤية 2030 المباركة. أحد الأهداف العامة في هالرؤية المباركة هي تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية في المجتمع، ونسعى بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في الجمعية أنه يعني نصل جميعا إلى هذا الهدف. فبعد هذه الزيارات كلها خرجنا بتوجه استراتيجي ورؤية للجمعية، هي أننا نسعى، رسالة الجمعية عفوا، نسعى لتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال مبادرات مميزة ومن خلال شراكات فاعلة. وأما عن رؤية فحنا نسعى إلى مجتمع حيوي معتز بقيمه وهويته الوطنية. جميل. يا سلام. ممتاز. يا سلام. هذا تعريف ولمحة عامة. نردتم عاد ندخل في الأهداف وندخل في المشاريع. أنا والله أتمنى أنه طبعا بحكم أن موضوع القيم وغرس